surah asy-syarh surah ini di, juga dikenali dengan surah al-insyirah atau alam nasrah surah ini menceritakan tentang nikmat ketenangan jiwa yang Allah kurniakan kepada rasulnya dalam menghadapi cabaran ketika berdakwah surah ini mengandungi 8 ayat dan diturunkan di makkah bismillahirrahmanirrahim الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا فإنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا، فإنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا، إنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا، إنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب, فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والى ربك فارغب والى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب